نظمت أمانة حزب حماة الوطن في بورسعيد الصالون الثقافي للحوار الوطني للحزب، وقد ناقش الصالون قضية التدخل الأجنبي ومدى خطورته على الاستقرار. حاليا بنعيش عصر حروب الجيل الرابع والخامس، ما عادش حرب البندقية ضد البندقية أو مدفع ضد مدفع، أصبحنا النهاردة بنعيش حرب وهو الإنسان وعقل الإنسان. وهنا دورنا إن احنا نوعي أولادنا وشبابنا، بالذات الشباب هو أكتر واحد معرض. السوشيال ميديا النهاردة أصبحت للأسف أداة سيئة في حروب الجيل الرابع والخامس، فعشان كده دورنا النهاردة إن احنا نوضح هذا الكلام. وأنا بشكر يعني حزب حماة الوطن النهاردة إنه قام بهذا الدور، لأن احنا محتاجين في الفترة دي التوعية لكل الأعمار. اتكلم النهاردة في ملف شائك، الملف الشائك ده كل اللي احنا نتمنى ان في نهاية اللقاء المواطن البورسعيدي وفي الاخر خالص المواطن المصري يتوصل الى حقيقة الموضوع وخبايا الموضوع. الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة ان شاء الله التدخل الاجنبي في الشأن المصري وحقوق الانسان، وده موضوع الساعة اللي بيتم نشره حالا تداوله في الدول بالكامل، والتكلف عندنا ان احنا مشارك فيه ومشارك معنا في الكنيسة والمسجد كم من الشباب زي ما سيادتك شايف كده، والحوار مفتوح واسئله مفتوحه. الحوار الوطني ده انجاز هيذكر في التاريخ، هنقوله اولادنا هيقولوا لاولادهم، هيقول لهم في يوم من الايام سياده الرئيس فتح لنا المجال ان احنا نتكلم مع بعض. فتح المجال لمين؟ ل 100 مليون مصري. فتح لهم المجال عشان يقولوا رايهم ازاي بلدنا تتطور.